طبعا جدا فرحين بوجود روضة معنا، وسعدنا أكثر طبعا لما تلقينا المكالمة بأن روضة طبعا من أكبر محبين قناة ماجد. وجودها معنا اليوم فرحة كبيرة، عرس جميل مع شخصياتنا ومع وجودها، وإن شاء الله دائما دائما يا رب نحقق طموح وأحلام كل الأطفال إن شاء الله الموجودين معنا. والله سمحيني أنا ما أقدر أكون معك اليوم، بس إن شاء الله أشوفك وقت في أي وقت قريب، وأنا أحبك وايد. وسلمي على قطتي أمبا. كل هاي روضة. المهم شكرا، يلا باي. حاب أشكر مؤسسة تحقيق الأمنية وقناة ماجد في تحقيق أمنية لبنتي روضة في مقابلة محبوبتها أمونة. مرحبا روضة، مرحبا فيك في ماجد، نورتينا.